السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عمل النبي صلى الله عليه وسلم أن نشكر الناس من نشكر الله بدرجة خالص الشكر والتقدير للقائمين على هذا المؤتمر. ممثلين في لجنة المؤتمر وفي كل بيت اللغة العربية جماعة القرويين اليوم وبالأمس في بيت الآداب والدراسات الإنسانية أمس كلية الآداب والدراسات الإنسانية بجامعة القادعية. ونخص الأستاذ الفاضل دكتور زهير على هذا الجهد المشكور وكل من شارك في هذا المؤتمر سواء جهد ظاهر أو باطن. موضوع البحث يتلخص في محاولة تجاوز نقل دراسات الترجمة أو ترجمة معاني القرآن إلى ماذا يمكن أن نفعل حينما يتصدى لهذه الترجمة رجل غير مسلم. رجل يهودي. إذا نحن حاولنا ترجمة النص القرآني كعرب كمسلمين إلى اللغة العبرية هم يرفضون هذا لأنهم يظنون أن هذا مجرد تجميل الواقع القرآني وإخفاء المعالم التي يزعمون أنها أتت من الديانة اليهودية المختلفة في طبقاتها وتراثها. فأثرت أن أتحدث عن جماليات القصص القرآني وما اتبعه المترجمون من مجموعة من الآليات أو استراتيجيات الترجمة في ضوء الدراسات النظرية للترجمة التي وضعت خلال العقود الماضية. وارتأيت أن يتم تطبيق هذا النموذج على قصة نوح عليه السلام بصفة خاصة باعتبارها من الأجزاء التي لا يجد القارئ فيها الكثير من الإسرائيليات حولها في كتب التراث الإسلامي مثل ما هو الحال في قصص موسى أو يوسف أو إبراهيم إلى آخره. تنبت الدراسة بين عنصرين، عنصر السرد ومقوماته سواء من حيث مظهرين العرض والقول أو الإخبار، وعلى الطرف الآخر ما تتبعهما هاتين الجزئيتين من عناصر السرد القصصي في اختيار أنماط أسلوبية واختيار تنوعات أسلوبية بعينها في النص القرآني. وعلى الجانب الترجمي كنت أتعامل من منطلق مبدأ وضعه لنايل ودبنييه واتخذه مناحم داوود الإسرائيلي أساسا لعدة دراسات، وهو مبدأ سيمانتيك فويد أو الفجوة الديدالية، وركزت فيها على عنصرين أساسيين هما عنصر الفجوة الفجوة المعجمية والفولشكال فويد أو ما أطلق عليه في الدراسات العبرية محصور الإشكالي ومحصور التخبيري. هناك عدة أنواع لما يعرف بسيمانتيك فويد، لكن كان الاقتصار على هذين النمطين في هذه الدراسة بصفة خاصة، وتم تطبيقهما على عدة ترجمات مطبوعة عبرية، أولاهما ترجمة بيكندورف صدرت 1857، تلتها ترجمة يوسف يوري الدين سنة 36، ثم اعتمدت على نسختها الثانية أو طبعتها الثانية سنة 63، ثم ترجمتها هارون بن شمش الصادرة في سنة 71 ونسختها الثانية المنقحة في سنة 78، وأخيرا ترجمة نور الدين في عام 2005. بدأت الدراسة بعدة مداخل نظرية ثم انتقلت للنماذج التطبيقية بشكل مباشر، والدراسة بين حضراتكم فيمكن الرجوع للمثل النظري منها، أما ما يهمنا هنا فهو العرض للجانب التطبيقي. تعد قصة نوح من أحد أنواع أنماط القصص السرد القرآنية التي تطلق أنها من القصة المفتوحة. وردت في العديد من الآيات، وردت العديد من آياتها على مختلف سور القرآن الكريم،
بدأت من آل عمران وانتهاء بسورة نوح المسمى حزب النبي صلى الله عليه وسلم. النموذج التطبيق الأول وهو خاص بالعنصر الابتدائي أو الأسفل الكويت في قوله تعالى في سورة العنكبوت ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. هنا تركيب فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما، هذا التركيب إذا نظرنا إليه نجد أنه من ضمن الجماليات التي أشار إليها السد القرآني أنه اختار صيغة الاستثناء مقدما العدد ألف ومصدرا به الحديث عن هذه الفترة الطويلة، ثم استثنى منه 50 وصفا الألف بالسنة والخمسين بالعام. وهذا لا شك فيه أنه إشارة لما عناه عليه السلام من طول المدة والمصابرة وصعوبة الإبلاغ نظرا للتعنت من قومه، وفي نفس الوقت كان في هذا الأمر تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيتا لدعوته. اختيار هذه الغاية الفنية من المقارنة بين السنة والعام كما هو المثل الشهير في قصة يوسف عليه السلام أن السنة تستخدم لفترة القحط والشدة والشدة، وعلى النقيض من ذلك نجد العام يوصف بالرخاء والازدهار. إذا نظرنا للترجمات التي بين أيدينا نجد بيتندوف استخدم صيغة 50 سنة مع 100 50 سنة فيما أقل من 1000. ريفلين 1000 سنين خسير 50 سنة، 1000 سنة تنقص 50 سنة. لنشيرش 900 ب 50 سنة 950 سنة. روبين 1000 سنين خسير 50 سنة نفس صيغة ريفلين 1000 سنة تنقص 50 سنة. يصادفنا في هذا النموذج صعوبة نقل دلالة العهد إلى اللغة العبرية، فهذا المقابل لا وجود له في العبرية، وهنا يأتي الفاقد بناء على عدم وجود لفظ يحمل هذه الدلالة، إذ لا تعد العبرية عن فترة العام إلا بلفظ شنع دون تمييز أو تفريق. إذا نظرنا لنهج المترجمين في سورة يوسف نجد أنه يتشابه مع ما قاموا به هنا من آليات. الآلية التي اتبعها المترجمون هنا ريجندورف اتبع آلية الحذف فلم يكرر لفظ العام أو لم يكرر ما يقابله في العبرية وهو لفظ شنع، فاكتفى ب 50 شنع مع 100,000 دون تمييز لكلمة 1000. بينما ريفلين وروبين اشترك في محاولة، وهنا ما يمكن أن نسميه وفقا لبعض دارسي الترجمة بالإبداع في الترجمة أنهما لجأ إلى وسيلة صرفية للتعبير عن معنى دلالة، حيث جمع تمييز 1000 تمييز الألف ورد بصيغة الجمع بالرغم من أن اللغة العربية تلده في هذا السياق بصيغة الإفراد وليس بصيغة الجمع، وأفردها مع 50 التمييز بكلمة شنع فقط. وهنا محاولة لإبراز أو لإيضاح ضوء وضع ضوء أمام القارئ أن هناك اختلاف في الصيغة الصرفية بما يخالف نمط قواعد اللغة العربية بما يسمح بوجود تأمل من القارئ لوجود دلالة مختلفة في السياق الأصلي. النموذج الثاني الذي سأطرحه قوله تعالى في سورة هود قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. هذا الوصف إنه عمل غير صالح أتى لوصف ابن نوح حينما ناداه عليه السلام نادى الله عز وجل عليه السلام في دعائه بأن ينجي ابنه، فوصف له الله عز وجل أن هذا الابن صار عمل غير صالح أي تحول من الذات إلى الداء.
الديمومة أنه وصف بأنه عمل ولم يقل النص القرآني عامل غير صالح، ولكن وصف بصيغة المصدرية التي تفيد الثبات والديمومة. ذلك مبالغة على أن هذا الابن خرج عن نمط الإيمان، ولا هنا وليس هناك أي أدنى أمل أو أي أمل في العودة لحظيرة الإيمان، كما لم يقل النص القرآني أنه فاسد، بل اكتفى بنفي العمل بأنه غير صالح فقط. وهذا مدمن من مكان الحكمة الربانية في الحديث عن نوح عليه السلام بأنه يتعامل مع عبد يبغي نجد ابنه، فكان اللفظ من الربط واللطف لهذا النبي من الله عز وجل لوصف هذا الابن بأنه عمل غير صالح. في المقابل نجد المترجمين عند ابن دول كي عساء عبين هيا ربين كي عسيه ايه تغشب لو يشار من شيء مشون شيء خودي هيا ربين أدوالين أدوالين بمعسي لو نعود. إذا نظرنا لهذه الترجمة كي عساء عبين هيا أو كي عسي عبين هيا، لأن هذه الترجمة غير مشغولة، معناها لأنه عامل ما ليس صالحا أو يعمل ما ليس صالحا. ترجمة الدين كي عسيه ايه أشد له يشعر، لأنه يفعل ما ليس صوابا أو ما ليس خيرا. مش يمشي قطيع يا عند المشيمش لأنه كان آثما أو خاطئا. روبين أكبرين مأمورين بمعسير لنعود، الأمر يتعلق بعمل غير خليق أو غير جدير به. هذه الأنماط الأربعة نجد لم يستطع أحد من المترجمين نقل جماليات النص القرآني بالحفاظ على صيغة النفي واستخدام صيغة المصدر، فهذا التركيب يكون هناك استحالة في نقله للغة العبرية. لكن ما يهمنا هنا أو ما نستطيع نحن ندرسه هو أن ريجندورف حينما استخدم سير كي وسيعة في الهياء كان يعتمد فيها على قراءة الكسائي الذي قرأ عمل غير صالح، فأتى بالمقابل كي وسيعة في الهياء. هنا لجأ المترجم إلى إجراء استخدام المقابل العكسي مع الاعتماد على إحدى القراءات القرآنية للخروج من مأزق فاقد النص الترجمة. اسمحوا لي أنتقل للنتائج سريعا وسأقتصر على النتيجتين. النتيجة الأولى بعد دراسة هذه الترجمة، وطبعا النص الذي بين أيدي حضراتكم هو اختصار لبحث وصل إلى 82 صفحة. أظهرت الدراسة أن إشكالية الفراغ الدلالي بصفة عامة من الإشكاليات التي ينبغي الانتباه إليها عند التعامل بين اللغات حتى لو كانت لغات تنتمي إلى نفس الأسرة السامية. أكثر الإجراءات التي اتبعها المترجمون في التعامل مع هذه الظاهرة إجراء ما وصفه نيومار بالقولبة، أو ما وصف عند بناء التبديلات، أو ما وصف بالتغيير عند كاتفورد، وتشمل عدة إجراءات منها نفي حول الى اثبات او اثبات الى النفي والمفرد الى الجمع والجمع الى المفرد، واستخدام المقابل العكسي بدلا من النفي المباشر، ثم استخدام اجراء الحذف، واخيرا اجراء التعويض. وهذا ما نبحث عنه، اذا كان النص فقد جزءا من معناه فما هو الاجراء او ما هو العمل الذي لجا اليه المترجم لمحاوله تحصيل فاقد الترجمه الذي يتاكد من خلال استخدامات هذه الاجراءات انه على علم ودراية بهذا الفكر. كشف الدراسة عدم دقة بعض المترجمين وميلهم نحو السهولة، مما يفقد النص الكثير من عناصره الجمالية، علاوة على ما يفقده جراء الفراغ الدلالي بين اللغتين. بعض المترجمين يكون لديه إجراء ترجمي معين يمكن اللجوء إليه، لكن يرفض هذا ويحيد عنه لحاجته في نفس الوقت. وأخيرا شكرا لك.